بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. يعني كثر السؤال والطلب من الإخوة الفضلاء يطلبون شرح الصلاة التازية للشيخ التازي رحمه الله ورضي الله عنه، قد رويناها بإسنادنا إلى الشيخ رحمه الله. والصلاة التازية هذه يسميها العوام النارية، وهو لحن في أصله، يعني هو تصحيف، لكنه يعني شاع ودرج وانتشر، حتى كان قال لي شيخنا الشيخ على جمعة يروي عن شيخه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، يقول هذا صحيف حسن، يعني أنها لسرعتها في قضاء الحاجات تشبه النار. أما هي التازية، وأذكر أني تحدثت عنها مرة من المرات، فواحد من الوهابية المتفيقين من أهل الشام، وهابي متفيق من أهل الشام، يعني كان يدرس هكذا دراسات عليا، ولكن يظن نفسه شيئا كبيرا، يعني أظن صار دكتور بعد ذلك. يقول لاحظ يهزبي، هذا صاحب الصلاة التازية على أساس أن أخطأت في ضبطها، يعني هو يريد النارية، طبعا هي عنده بدعة وضلالة، ومع هذا أنا أخطأت حتى في وصفها. هذه عادتهم، هذه طريقتهم، التقاط كلمة حتى لو كانت خطأ. أعطيتها لبعض الناس من إخواننا أهل الجزيرة العربية ممن كان وهابيا، فعرضها على بعض شيوخه، فيقول له هذه يعني شرك، من أين جاء الشرك؟ فلا بد أن نبين من أين يأتي الشرك حتى تعبد الله على بصيرة. بالنسبة لمشروعيتها وكذا، فالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق، والقاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد. متى نعترض؟ إذا جاءت مخالفة شرعية، فلنشرع شرحها. اللهم صل صلاة كاملة، طبعا أشرح لفظها كما رويناه بلفظه عن شيوخنا دون الزيادات التي يعني ربما استحسنها بعض المشايخ، أما هذا لفظها كما حدثني به شيخنا الشيخ على جمعة عن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري بإسناده إلى صاحب هذا الورد. اللهم صل صلاة كاملة، اللهم الله سبحانه الإله واجب الوجود وهو ربنا جل وعلا، والإله يعني المعبود. اللهم، والميم هذه النداء، اللهم يعني أسألك يا الله، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. صلي، الصلاة من الله تعالى لعبده حسب درجة العبد، من عامة الناس مغفرة ورضوان. إذا كان مثل الصلاة على الأنبياء فهذا أعلى درجات التعظيم من الرب لعبده، يعني قدسه وطهره وعظمه وأكرم مقامه وأعلي نزله وأعطيه سؤله وابتغاه، كل هذه المعاني داخل تحت صلي. أما لعامة الناس الرحمة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى كما أخرجه البخاري، والله تعالى يقول له وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، يعني هذه مجازات وعبارته يريد يعني أعظم صلاة وأفخم صلاة، صلاة ليس فيها نقص، يعني أعطيه أعلى درجة وأعلى منزلة وأفضل ما يستحق عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، هذا طبعا الأمر بالصلاة كما يقول الخطباء في مساجدهم، أن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهنا أنت تطلب ما أمرك الله تعالى به. أنا لا أستثنى أصلي، إنما أدعو أطلب من الله، لأني عبد أنا، فالله يصلي، نعم الله يصلي على الحقيقة، يعني بمعنى التي ذكرنا قبل قليل، يعني التعظيم والتشريف وكذا. أما بالنسبة لي أطلب من الله الصلاة على سيدنا محمد، فهذه صلاة الله على رسوله. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، السلام الأمان،
التام، والله من أسمائه السلام. حينما تسلم على إنسان يعني أنت يعني كأنك تقول له أنت آمن من جهتي، يعني ليس لي تجاهك إلا التصديق والحب، هذا بالنسبة لي سيدنا محمد رسول الله حينما نسلم عليه، يعني نحن نصدقك ونسلم لك لأمرك، نتبعه نطيعه لا نخالفك في شيء. الله يسلم عليه تحية وترحيب وتعظيم وتكريم وأشياء لا توصف. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد. نبي هذه نكرة، والنكرة هنا من مقاصدها في لغة العرب عند علماء البلاغة التعظيم، يعني كأنه يقول ماذا؟ نبي، وأي نبي؟ لا نبي مثل هذا، مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، على نبي تنحل به العقد. وهنا يأتي المرض الوهابي، كيف يقول تنحل به العقد؟ المراد عقد تنحل بالله، من قال لك العقد تنحل بالله؟ الله سبحانه وتعالى مسبب، الله ليس سببا. يا بني يا بني، العالم هذا عالم الأسباب، الله مسبب الأسباب. العقد لا تنحل بالله، إنما تنحل بأمر الله. الله سبحانه ليس وسيلة، الله غاية. جعل وسائل في الدنيا، فسيدنا عليه الصلاة والسلام تنحل به العقد، يعني تنحل بالصلاة عليه وبذكره وبالاستقامة على شرعه، تستقيم أمور الناس، والمجال لا يتسع لذكر يعني اللطائف في هذه تنحل به العقد، تنحل به عقد الناس حينما يلجؤون إلى شرعه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون عندهم عقد في الآخرة ولا في الدنيا. تنحل به العقد معناه تيسر أمور الناس، وقد جربنا الصلاة على سيدنا محمد رسول الله فوجدناها سببا للبركة والرزق وكذا. إنسان عنده عقد في حياته، لا يملك رزقا، لا عليه ديون، عليه أشياء ثقيلة، بالصلاة على سيدنا تنحل هذه العقد، تنحل به العقد. تحتمل أيضا بذكره وطاعته ما ينفذه السحرة وهؤلاء الذين إيش، ومن شر النفاثات في العقد، نتبعه عليه الصلاة والسلام فلا تصل إلينا عقد السحرة والنافثين في الشر. معاني كثيرة جدا، لماذا تفترض المعنى الأسوأ؟ أنا ذكرت احتمالات متعددة والاحتمالات واسعة، لماذا تفترض أنه لا، يعني هو رب معبود من دون الله وهم يلجؤون إلى النبي لا يلجؤون إلى الله؟ هذا في خيالك المرض السقيم، هذا ليس عندي أنا. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل في العقد وتنفرج به الكرب، أكبر كربة تمر على الإنسانية على الإطلاق، كربة يوم القيامة تنفرج بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دونها أيسر منها، من باب أولى. وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. حينما أكبر حاجة لنا ما هي؟ ما هي أكبر شاحة؟ أن ندخل الجنة بسيدنا محمد، هذه حينما يسجد لرب العزة تقضى حوائجنا، ما دونها من باب أهون، تقضى به الحوائج. ماذا نحتاج؟ السعادة الدنيا وسعادة الآخرة وكل الخير وكذا، هذا باتباع سيدنا محمد رسول الله وبتعظيمه والصلاة عليه، هذا هو المقصود. وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، مثل هذه كل ما ترغبه تحصل بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. يعني المشرك عبد الوثن أبو طالب حينما مدح النبي عليه الصلاة والسلام قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني العرب تقول هذا واحد هكذا وجهه منير مفلح، والله يا أخي زارتنا البركة، زارنا الشرك عند بعض الوهابيين، جاءنا الخير. يقول إيش؟ تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بطاح الأرض أمطار،
ونوركم يهتدي الساري برؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار. يستسقى الغمام بوجهه، نتفائل به عليه الصلاة والسلام، يأتينا نستغفر كما أمرنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حينما نلتزم أمره بذكر الله وذكر رسوله بالاستغفار يأتي الخيرات من السماء والأرض. هذا معنى يستسقى الغمام بوجهه الكريم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله. هؤلاء يعني اللهم صل على كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي على آل الكرام على أهل بيتي عليه الصلاة والسلام. هذه انتهت الصلاة التعزية، هذه كل الشركيات عند الوهابية، هذه كم كلمة. لذلك يا هؤلاء حقيقة يحتاجون إلى علاج نفسي يخلصهم من شرك فوبيا، من رهاب الشرك. فحسبي الله ونعم الوكيل، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم يعني تختم يختم لك بالأعمال الصالحة ببركة سيدنا رسول الله، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. نعيدها مرة ثانية، الخواتيم هكذا مروية، نعيدها من أجل الإجازة، وأيضا نجيز نجدد الإجازة لكل من يستمع لنا كما روينا عن شيوخنا، كل من يقول قبلت فهو مجاز بشرط التزام معتقد أهل السنة والجماعة الأشعرية أو الماتريدية واتباع واحد من المذاهب الأربعة المتبوعة، وأن يحسن الظن بأولياء الله الصوفية رضي الله عنهم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله. أجزتكم بها جميعا بالشروط المذكورة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.